اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم وحش التوفير. النهارده هنعمل اكله تعتبر الاكله الاولى في بلدنا الحبيبه مصر، ومن الاكلات المشهوره قوي اي حد بيجي سواء في الوطن العربي او يعني بيجي اول ما بيجي مصر بيسال على حاجتين، يقول لك انا عايز اكل مثلا كشري وعايز اكل فول. فاحنا النهارده الحلقه هنعمل فول بطريقه جميله ولذيذه، ده اللي هنشوفه مع بعض. مقادير حاجه سهله قوي، يعني هنجيب كميه فول حوالي نص كيلو فول متدمس بالغيره بتاعه مثلا اهو، عندي نص ربطه بقدونس، عندي ربطه شبت، عندي معلقتين او ثلاث معالق صلصه بوريه، طماطمايه، حبايه بصل، معنا الزيت وهنبدا الحلقه. حاجه سهله ولذيذه، اول حاجه هنجيبها اهو بصله، طبعا له مشتقات بقى كتير الفول، بس انا بحاول اعمل طريقه مع انه ساده ما فيهوش اي حاجه، بس هتبقى طريقه بتفرق في الطعم وكوجبه سواء في الفطار او في الغدا هيبقى جميل، ولو حد عايز ياكلها في العشاء برضه ما فيش اي مشكله. نعم البصلة اهو، طبعا مشتقاته كتير بقى، يعني احنا مش طبعا اكيد حضراتكم بتعملوا فول بطريقة ممكن تكون افضل من وحش التوفير، بس انا بحاول ان انا برضو ايه يعني اعرض حاجة ممكن ان شاء الله يعني تنول الاعجاب ويبقى طعمه مختلف ولذيذ، وهعمله بكذا طريقة في حلقات جاية إن شاء الله. منها الطريقة ديت نحاول نجربها ونشوفها. للي ما عندوش مثلا فكرة عن نوعية الفول اللي هو بالصلصة مثلا مع الشبك، ممكن ما يكونش حد جرب إن هو ياكل فول مثلا مع شبك مع بقدونس، فده اللي احنا هنعمله إن شاء الله خير. بزود البصل كده ايا كان بقى، نفس الحجم بتاع البصله اللي انا شغال ببيعها ممكن يعمل حوالي 150 جرام 200 جرام. في ناس بقى تسال يقول لك طب حجم البصلايه كان قد ايه مثلا، وسط ولا كبيره ولا هيفرق في الطعم او حاجه؟ لا يا جماعه، هي بتبقى حوالي 200 جرام بصلايه كبيره او 150 جرام زي ما بتيجي. احنا بندي الفكره لحضراتكم مع الطريقه مع مكسبات الطعم، ان شاء الله يطلع زي الفل. اهو ادي كده، انا من عادتي ما بحبش ارمي اي حاجه، يعني ممكن مثلا تلاقي حته بصلايه طارت على البلانشه كده او على يعني مش في الارض، هنا في مكان ومكاننا نضيف ولا حاجه. ليه؟ طالما كويسه برضو يبقى ايه ما تترماش. ادي كده البصل، حاول انعمه شويه اهو، كده اول حاجه بعملها بجيب حله وانزل البصل فيها. طبعا الواحد بيراعي ان في مثلا اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا حديثي الزواج مثلا او اللي هم بعيد عن الاكل او حاجه بيبقوا عايزين يعرفوا التفاصيل بتاعت كل حاجه. ليه؟ لان هم خايفين يقربوا ناحيه الحاجه فيقول لك لا شوف احنا عايزين نعرف، طب الملح كان قد ايه اللي على الفول، ربع معلقه صغيره ولا نص معلقه صغيره ولا. في حاجات بعمل فيها مقادير مثلا زي ما اكون مثلا بعمل كيك
او بعمل عيش فبقول لا كده، عشان اضمن في الاخر انه يبقى الستاندر موجود والحاجه طالعه زي ما احنا عايزين. انما دي حاجات اللي هو الطهي عامه، يعني مثلا انا هقلي بيض، هعمل مثلا بيض اومليت سبانيش اللي هو يعني البيض اللي هو قرص كده اهوت، او هعمل بيض عيون. طب انا بعد ما اخلص هحط هقليه ازاي؟ هحط زبده ولا احط زيت؟ دي حاجه بتاعتك. هحط فلفل اسمر وملح، طب الكميه قد ايه؟ برده حسب اللي هياكل. ففي حاجات تتقال بالنسبه لل اللي عايز يعمل مثلا الاكل بطريقه وقلقان منها، وفي حاجات ما تخافوش منها لان دي بتبقى حسب الرغبه وحسب احنا عايزين ايه. هذه البصل موجود، هنشيل ده خالص. ممكن حد يسألني يقول لي الاسبانيش اللي هو الاومليت سادة ولا معاه خضار، ويعني ايه كلمة اسبانيش مثلا؟ يعني انا يعني قلت لحضراتكم قبل كده، اعذرونا في الطابع الفندقي ساعات بيغلب علينا واحنا بنتكلم، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مثلا بدل ما بقول خلطة بقول مثلا فرسة، او بقول بدل ما اقول تتبيله بقول مارينيه. دي حاجات بيبقى ايه درجه مع اللغه بتاعت الحوار. اسبانيش يبقى شبه يعني كلمه الاسبونش بتاع الجاتو، بيبقى زي الاسفنجي. في منه بيبقى ساده يا جماعه، البيض بيتضرب كويس او في البوله كده اهوت، بيضتين مثلا او ثلاثه حسب الحجم القرص اللي انا هعمله، او حسب الطاسه، في طاسه كبيره في طاسه صغيره، اثنين بيضه ثلاثة بيضة أربعة بيضة، بيتضرب كويس، أو كل ما بيتضرب بيديني زي مسام بتتوسع جواه وبينزل على نار هادية، ما يبقاش نار عالية، يا دوبك يتشمع. بعد كده أول ما بيشد أروح قالب القرص. لو حد مش عارف يمسك الطاسة يقلب بيها، ممكن بعد ما بيشد أروح جاي ماسك من الجنب كده وإيه وقالب، أو لو عايز على طبق مثلا تاني أروح ماسك طبق تاني ساند بيه، بحيث إن أنا أعمل قرص بيض، أو أسيبها زي ما هي وأوطي عليها وأحاول إن أنا بالشوكة أخرمها كده أهوت لحد ما البيض فوق يبقى زي تحت. دي الفكره بتاعت الاسبانيش. انا عن نفسي باكل البيض يا جماعه في البيت، باكله بالطريقه العاديه خالص اللي هو زي السكرامبل كده اهوت، البيض بنزله من غير اي حاجه، من غير ما يتضرب كمان والله، في الطاسه بقلبه عادي جميل جدا مع بسطرمه ساده. دي انا عن نفسي انا يعني، دي أذواق في الأكل وكل واحد حسب الرغبة اللي هو بيبقى عايز. أدي طماطمية وأدي سكينة استعملها. طبعا البصلية معنا. انا ما بحمرهاش، يعني انا بحاول ان انا اقلبها سوتيه واخد الريحه بتاعتها الجوز بتاعها. برضو نفس القصه، بدي هنا سنه كمون مع البصلة وهي بتتحمر. طبعا احنا قلنا قبل كده الفرق بين التحمير والقلي. بنحمر يعني بتبقى الحاجة ما بتاخدش وقت كتسوية، بتاخد لون احمرار. القلي بتبقى تسوية كاملة من اول لاخر. ما ينفعش اقول ايه انا بقلي البصل، لا انا بحمر البصل. طبعا حد يقول لك بقى ايه الفول ما هو مش محتاج شغلانه، يعني العمليه سهله. طب ماشي، ما هو انا الفرق بيني وبين غيري حتى في المطاعم يا جماعه،
بتلاقوا في مطعم، هوطت على البصلايه، هتلاقوا مطعم مشهور بالفول بتاعه او الطعميه بتاعته او الفلافل، زي المدن الساحليه لما بتسميها كده فلافل. فبيبقى كل مكان ايه اللي بيميزه؟ ما هو في الاخر فول. طب اشمعنى ده افضل من ده؟ اشمعنى ده طعمه مختلف عن ده؟ طبعا كنا ذكرنا الكلام ده في حلقه الكشري، اتكلمنا على اساس ان برضو ممكن ابقى ماشي في شارع جميل قوي وهنا في محل بتاع كشري اسمه كذا وده في كذا وده في كذا. كل واحد له التست بتاعه، التست اللي هو الطعم، اللي هي مش خلطه سحريه ولا حاجه، هي بتبقى طريقه معينه بيعملها وبيحافظ عليها، بيضمن ان هو الطبق بتاعه بيبقى جميل. يعني ده اللي احنا قصدنا عليه كده اهو. ادي البصلايه، ممكن انزل بشويه الميه دول كده، سبكها وانزل بالمعلقه الصلصه. اقلبها، هتاخد لها غلوه دقيقه ولا حاجه. ايه راي حضراتكم نطلع فاصل ونرجع نكمل الفول بالصلصه بتاعتنا؟